صدمة كبيرة عاشها الرأي العام المغربي مع بداية عام 2023 وخصوصا في مراكش بعد خبر اعتقال شاب تلاتيني كان كيصور مجموعة من الأفلام الإباحية مع بنات من مختلف الأعمار وكينشرها في مواقع عالمية، الشيء اللي ساهم في شوهة كبير. مغربي يستغل قريبته وزوجته السابقة لصناعة أفلام إباحية. الخبر اللي نزل كيف الصاعقة زاد صدم الناس من بعد ما تبين أن المعني بالأمر عنده غير في موقع واحد أكثر من 200 فيديو مصورين في أجواء مغربية، بل أكثر من ذلك كيوظف الراية المغربية في الفيديوهات ديالو وعناوينها، الشيء اللي خلى بزاف ديال التساؤلات المخيفة كتروج حول الطريقة والملابسات ديال القضية. واش البنات اللي معاه ضحايا ولا متورطات؟ ولوش حنا قدام عصابة أو عمل ذئب منفرد؟ وهي التساؤلات اللي جاوب عليها الخبير المعلوماتي اللي كان وراء الإطاحة بالمتهم. المعني بالأمر كان كيدير كل شيء بوحده، هو اللي كان كيستدرج البنات، كان كيصور الفيديوهات معاهم، كيمونطيهم وكيحطهم في القنوات دياله. أنا كنقول فقط ربما كاين شي مساعدة غير مباشرة من طرف الأهل ديالو. بالنسبة للبنات اللي كانوا معاه في الفيديوهات، أنا ما غنقولش أنهم كاملين عارفين وما غنقولش كاملين ما عارفينش. اللي باين من خلال الفيديوهات، يعني ملي تفرجنا حنا في الفيديوهات كاملين، كاين بنات اللي كيبان في الفيديو انهم عارفين. علاش؟ لانهم كي بالنسبه للحديث اللي كيكون ما بينه وبين البنت كيهضروا على الفيديوهات وعلى المشاهدين، وبالنسبه للتفاعل مع الكاميرا كاين بنات اللي كيكونوا متفاعلين مع الكاميرا، وكاين بنات اللي باين انهم ما عارفينش من خلال انه الكاميرا مفيكسيه في بلاصه واحده، وفي نفس الوقت البنت كتكون ما كتتفاعلش مع الكاميرا. فهنا كيبان ان راه هذيك البنت ما عارفاش، والبنت اللي كتكون كتتفاعل مع الكاميرا بزاف وكتهضر وفي نفس الوقت مغطيه وجهها مثلا، راه كيبان ان راه عارفه راسها كتصور. المتهم يا ميم من مواليد 1993 بمدينه الرباط ومقيم في مدينه مراكش من 2016 وخدم فيها كموظف باداره معروفه. الاب ديالو موظف متقاعد غير هو يتيم الام، ومرات باه والاخت ديالها هما اللي كانوا كيتناوبوا على التربيه ديالو. هاد المتهم بدا النشاط ديالو الخطير في مراكش، وكانت البدايه مع الطليقه ديالو اللي كانت في الاول باقي متزوجه به وكتصور معاه المقاطع الساخنه، واللي اختفت من بعد الاعتقال ديالو وباقي البوليس كيقلب عليها. وموراها تطور النشاط ديالو بطريقه مثيره من بعد ما ولا كيوظف اسلوب خطير للاطاحه بالبنات اللي غادي يوليو بطلات المشاهد الساخنه اللي كيبيع للمواقع العالميه. وكتشير المعطيات اللي توصلت بها كاش 24 ان المعني بالامر كان كيستعمل الطوموبيل ديالو باش يوصل الناس عن طريق تطبيق معروف، وبهاد الوسيله ولا كيتعرف على بنات جداد كل يوم وكيغريهم باش يمشيو معاه للدار اللي رهنت ليه مرات باه في شارع اسفي في مراكش، وتما كيصور المقاطع ديالو اللي ولاو كيتداولوا في بزاف ديال المواقع الاباحيه المعروفه. وبدايه النهايه ديال هاد المتهم كانت في شهر 5 في 2022 فاش دخل خبير معلوماتي شاب في اطار العمل ديالو في مكافحه الابتزاز الالكتروني لواحد الموقع ديال الفيديوهات الساخنه، ولاحظ تواجد عدد كبير من الفيديوهات لبزاف ديال البنات مغربيات في نفس الغرفه ونفس الديكور المغربي والراية ديال المغرب، الشيء اللي خلاه يبدا العمل على الموضوع. ومن بعد كان التواصل مع محامي وخبراء معلوماتيين كيخدموا معاه في مجال محاربه الابتزاز الالكتروني اللي ما عجبهمش الحال لان داكشي ما مقبولش لا قانونيا ولا اخلاقيا وكيسيء لصوره البلاد وبنات البلاد. وتم بدا العمل اللي استمر لشهور باش يوصلوا لهويات مول الفيديوهات، وهذا الشيء اللي تحقق من خلال جوج ديال الثغرات، وحده كانت في واحد الموقع من اياهم، وحده كانت في التطبيق اللي كان كيخدم فيه المتهم باش يوصل البنات ويتعرف عليهم. وفاش وصلوا الخبراء المعلوماتيين الاسم الكامل للمتهم والصور ديالو وترقيم طوموبيلته وعنوانه وبزاف ديال المعطيات اخرين، تم وضع شكايه رسميه في نوفمبر 2022 لرئاسه النيابه العامه بمدينه الرباط اللي حلتها على مصالح امن مراكش. وهنا بداو التحقيقات اللي مكنوا مصالح الامن من اعتقال المعني بالامر في بدايه شهر يناير 2023 وحجز بزاف ديال الدلائل اللي كتاكد الاتهامات الموجهه ليه،
واللي عززها الخبير المعلومات المشتكي اللي التحق بمصالح أمن مراكش واعطى الضابطة القضائية جميع المعلومات اللي وصل لها. وإلا كانت الفضيحة اللي ارتكب هذا المتهم صدمة المغاربة كاملين بسبب عدد الفيديوهات وعدد البنات اللي كبير بزاف وحتى حجم الشوهة، فمعطيات أخرى في الملف غادي تزيد تصدم الناس، حيث القضية فيها ظهور جوج طليقات ديالو. الأولى وقيلة ما كانتش عارفة راسها كتصور، والثانية اللي من الرباط كانت عارفة وكتشد المقابل، والدليل هو حجم الأموال اللي كانت كتوصل بهم. وكاين الهضرة حتى على العلاقات الأخرى بأقارب مفترضين ديالو، وهي المعطيات اللي غادي تأكدها التحقيقات أو تنفيها. وفي انتظار اكتمال إجراءات التحقيق والإطاحة بأي شخص كان مشترك مع المتهم في الفضاعات ديالو، كاين بزاف من أمثاله في مواقع أخرى وفي مدن أخرى، وهذا الشيء كيأكدوه الخبراء. مع الأسف المواقع الإباحية العالمية فيها بزاف ديال القنوات المثيرين ديالهم مغاربة، والأغلبية فيهم تحيدوا فاش سمعوا الاعتقال ديال هذا الشخص، من بينهم أشخاص كنا قراب نوصلوا لهم، وحنا عندنا الوسائل باش نوصلوا لهذوك اللي باقين. وهاد المعطيات كتخلي تكتيف المجهودات والتحقيقات أمر واجب باش نحميو السمعة ديال بلادنا ونحميو بزاف ديال الضحايا، حيت القضية فيها حتى القاصرات وخصوصا من بنات المدارس يعني وليداتنا، وهادوك خط أحمر.